مستقبل المغرب في خطر، ليس بسبب الفوضى الخلاقة فقط ولا المخططات الجهنمية التي تحاك ضد شعوبنا، ولكن خطر استمرار في إفشال منظومتنا التربوية، حيث أن توجيه أسلحة الدمار الشامل للتعليم العمومي والجامعة العمومية يشكل أكبر المخاطر التي تهدد شعبنا، لأن اختيارا كهذا يرهن مستقبل الأجيال المقبلة ومستقبل البلاد، حيث أن الكل يعلم أن الشعوب تنهض وتحرر الطاقات الكامنة بالتعليم الجيد وبمركزة العلم والمعرفة، الذي هذا التعليم الجيد الذي يحقق تكافؤ الفرص، والذي يجب في بلد كالمغرب أن يعتبر الاستثمار فيه استثمارا استراتيجيا، وأن لا يكسر فيه الاختلاط المجتمعي، ولا يشجع فيه التعليم بسرعتين، وبعدها نبحث عن تأدية الرسوب من جيوب الفقراء، كما تم ذلك بالنسبة لمنح الطلبة التي حرمت منها الأسر ذات الدخل المحدود في الوقت الذي وجب توفير منح الامتياز لشبابنا المتفوق الذي لا زال يتخرج من المدرسة والجامعة العمومية، وأن نشجع البحث العلمي ونعمل على إيقاف نزيف هجرة الأدمغة، ونشجع مثقفينا وباحثينا ونكرمهم. لماذا ينفذ الذين استفادوا من التعليم العمومي وهم اليوم في مناصب المسؤولية، لماذا ينفذون مخطط الإجهاز على السلم الذي سمح لهم بالترقي الاجتماعي والحكم على شبابنا بالتهميش والتجهيل وضرب القيمة المعنوية والمادية لهيئة التدريس والتراجع على مكسب المجانية؟